شهدت بلدة كترماي الواقعة في إقليم الخروب جنوب بيروت جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها 4 أشخاص بينهم طفلتان طعنتا بالسكاكين. قوات الأمن اللبنانية قد القبض على القاتل، ولكن أثناء تمثيله لجريمته لقي مصرعه على يد أهالي البلدة. سحر أرناوط والمزيد. لم تكن زينة ابنة 7 سنوات وأختها آمنة ابنة 9 سنوات تعلمان أن بيت جدهما سيقفل على جريمة مروعة أودت بحياتهما وبحياة جدهما وجدتهما. من هذا البيت خرج الجاني خبأ سكينه ونواياه بالقتل المتعمد، أقفل باب غرفة النوم على جثة الجد يوسف أبو مرعي وأمعن قتلا بطفلتين، ثم انتقل إلى الجدة التي صدف وجودها خارج المنزل عند ارتكاب جرائمه الثلاث. طعن البنت هون، طلع لها الطعنة من راسها اللي عمرها 7 سنين، طريقة بوحدة من هون طلع لها شقفة من خيعة من هون من دماغها، وطريقة 6 طعنات هون بقلبها، 6 طعنات بظهرها من ورا و6 طعنات تحت باطها. ومحاولة تدافع عن حالها، أول طعنة أكلتها بإيدها، جاي السكينة بإيدها أول طعنة، عم تحاول تدافع عن إخدها بالظهر كاينة، طريقة بإيدها وحالها تهرب طريقة بالسكين شايل لها شقفة لحم من هون من إيدها. الثاني نفس الشيء طريقة، بس ما ذبحها من هون من رقبتها، مشككة قد ما في هون هيك 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 مغزق لها كل جسمها. ومعلي لها اجري وحط لها وحده على حنفيه وحده حط لها اجري على المغسله. اكتشاف الجريمه اتى بعد ساعات قليله على وقوعها، نجحت القوى الامنيه بتحديد مكان وهويه الفاعل الذي اعترف بفعلته، وعلى الفور وقبل دفن الجثث الاربع اقتيد مكبل الايدي لتمثيل جريمته، امر اثار استياء ابناء البلده فانهالوا عليه بالضرب حتى الموت، مثل بالجثه وعلق على عمود كهرباء. نحن أكيد نحترم القانون ونحترم الأجهزة القضائية ونحترم الأجهزة الأمنية، ولكن أردنا بأنه إذا تم توقيف المجرم الجاني في هذا الفعل أن نأخذ حقنا في ساحة البلدة. المعلومات الأكيدة أو الشبه المؤكدة دخل إلى لبنان خلصة من حوالي 3 أشهر، قام باعتداء بجريمة اعتداء على قاصر في بلدته. يتفضل المسؤول القضائي كيف يسمح بأن يكون أنا اعتداء على قاصر موجود في بلدة مسالمة وطليق وما حدا عم يعاقبه. يقول أبناء بلدة كترماية أن المدعو محمد سليم مسلم، وهو من التبعية المصرية، له سجل حافل بالجرائم ارتكب الجزء الكبير منها في وطنه الأم، وقبل 3 أشهر أقدم على الاعتداء على طفلة قاصر وبقي طليقا دون حسيب أو رقيب. احنا بنحمل الدولة المسؤولية اللي بتفوت هيك ناس على لبنان، عنده عدة ثواب وهو عامل إجرام بمصر قبل جريمتين قتل وجاي كيف مفوتينه على لبنان. رغم ما حدث لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع الجريمة وما إذا كان للجاني شركاء، وإلى أن يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود تبقى رنا أما وحيدة دون بناتها آمنة وزينة. ما حصل من جريمة هزت الرأي العام اللبناني هنا في بلدة كترماية لا يعبر إلا عن تقصير في بعض مؤسسات الدولة ومنها الأمنية والقضائية، علها تكون عبرة للجسم القضائي بالاقتصاص من كل من تسوي له نفسه الإقدام على جريمة بحق الطفولة. سحر أرناؤوط، الحرة، من أمام موقع الجريمة بلدة كترماية إقليم الخروب.